بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم تلامذتي الأعزاء والأكارم من كل حدب وصوب، وعلى اختلاف مشاربكم وعلى اختلاف بلدانكم ومناطقكم. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. معكم المتحدث الأستاذ مبكر مبروك، ينحدر من ولاية أدرار، صاحب هذه القناة التي يعني تعتبر صرحا أدبيا ولغويا لفائدة التلاميذ، وإن شاء الله نأخذ بأيديهم من أجل شيء واحد وهو النجاح. بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية ثانوي، أنا يا أستاذ درست العام الماضي السنة الأولى ثانوي، وانتقلت هذه السنة للسنة الثانية ثانوي، وليست لدي أي فكرة حول يعني ما سأدرسه في السنة الثانية ثانوي. بالنسبة للسنة الثانية ثانوي، ستدرسون العصر العباسي، ثم تنتقلون للأدب في المغرب العربي، ثم تنتقلون للأدب الأندلسي. أكبر جزء في برنامج السنة الثانية ثانوي وهو العصر العباسي. لا بد في البناء الفكري لكي تصبح ضليعا وصاحب دراية بالبناء الفكري وإحاطة به، لأن البناء الفكري يفيدك في الوضعية الإدماجية. لا بد أن تفرق بين العصر العباسي في الطور الأول والعصر العباسي في الطور الثاني، من هم أبرز شعراء العصر العباسي، ونركز لكم على أبرز الأسئلة المتوقعة في الأشعار أو في النصوص النثرية، لكن جل فروضكم واختباراتكم ستكون شعرا هذا غالبا. تجدون دروس قديمة في القناة يعني ستفيدكم، لكن سأستمر معكم إن شاء الله حتى لهذه السنة بدروس حصرية. فيما يخص البناء الفكري، بمعنى قلنا البناء الفكري لديك عصر عباسي طور أول طور ثاني لأنه أطول فترة، كيف كان الأدب؟ ما الذي سنتتبعه يا أستاذ؟ لو رجعت بكم للمكتسبات القبلية أو المكتسبات عفوا القبلية، في السنة الأولى ثانوي درستم العصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام، العصر الأموي، ثم أنتم في السنة الثانية ثانوي ستواصلون المسيرة فقط، وهذه المسيرة هي بمثابة مواصلة للأدب كيف كان. إذا توقفتم في السنة الأولى العصر الأموي، السنة الثانية تدرس العصر العباسي. العصر العباسي بطوره الأول والثاني، ثم تنتقل الأدب كيف كان في المغرب العربي، ثم كيف كان في الأندلس. هذا هو بالمختصر المفيد. ما سأفهمه لكم إن شاء الله على السبورة هو مدخل للعصر العباسي، كيف كانت نهاية الدولة الأموية، لأنها هي التي ستدلنا على كيف تغيرت الحياة العباسية. ثم لماذا ندرس هذه العصور يا أستاذ؟ الجواب هو لأننا نتتبع الأدب، فالأدب ينمو ويتطور بحسب العصر، ويضعف ويضمحل بحسب العصر أيضا. وبالتالي لما نتتبع الأدب فنعرف درجة وعي هؤلاء الناس، إن كانوا أصحاب عناية بالأدب، لأن الأدب يلخص حياة العرب وهو ديوانهم، سجلت فيه أفراحهم وأتراحهم وأقراحهم وحلهم وترحالهم وحروبهم التي تسمى أياما وغير ذلك. بمعنى ما وصلنا من حياة العرب عن ذهنياتهم، طريقة تفكير من آخره، وصلنا عن طريق الأدب. لذلك نحن حين ندرس نص شعري فهو بمثابة تسليط الضوء على ذلك العصر. وبالتالي سنخصص في البناء الفكري حول العصر العباسي، الأدب في المغرب، والعصر الأندلسي. أنصحكم نصيحة مهمة جدا يا أستاذ، أنا أخاف من الإعراب. الإعراب لا بد له من أساسيات جمع. هذه الأساسيات، لا يعقل أن تلميذ في السنة الثانية ثانوي ولا يفرق بين الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول، ولا يفرق بين الجملة ما إن كانت اسمية أو فعلية، تعطيه كلمة تحتها خط وتقول له أعرب ما تحته خط، أو بين المحل الإعرابي للجملة بين قوسين، يقف حائرا. هنا يعود السر إلى أساسيات القواعد.
معناه تحدد ما إن كانت الجملة جملة فعلية. إذا وجدتها فعلية، هل فعلها مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ إذا كانت أقول جملة اسمية، هل يعني مسبوقة بناسخ أم لا؟ تحدد المبتدأ، تحدد الخبر، وهكذا تصبح لديك الدربة بعد التطبيقات الكثيرة. ترى الكلمة، تصنفها في الجملة، تأتي بإعرابها بإذن الله. تفرق بين مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، ويعني حروف الجر وحروف العطف وغيرها. هذه الأمور إن شاء الله سنبسطها لكم تبسيطا للسنة الثانية ثانوي، سواء آداب وفلسفة أو يعني لغات أجنبية أو الشعب العلمية المشتركة، تقني رياضي وغيره. يبقى لي سر آخر في هذا الدرس الافتتاحي، ألا وهو يا جماعة الوضعية الإدماجية. أنا يا أستاذ للأسف الشديد لدي ضعف في التعبير. الاكتساب اللغوي يأتي من خلال المطالعة، خاصة قراءة القرآن الكريم. يقول الشاعر: وتدارسوا القرآن فهو هدى لكم وشفاء أنفسكم من الأسقام. معناه يا جماعة أنك لما تداوم على قراءة القرآن ترسخ لديك طريقة نطق الألفاظ، ورصيدك اللغوي سيصبح يعني غني جدا. بالإضافة إلى المطالعة، حين تطالع القصص، تطالع الروايات، بمعنى اقرأ اقرأ اقرأ، سوف تجد لديك ناصية أدبية ولغوية ورصيد يعني كبير جدا. هكذا تتدرب على الوضعيات. الوضعية الإدماجية مرتبطة بالعصر ومرتبطة بالأفكار التي نأخذها في البناء الفكري، خاصة الإدماجية والنقدية. ما معنى الوضعية النقدية؟ أمر بسيط، بمعنى ظاهرة من الظواهر تتحدث عنها إلى آخره، بحسب ما أخذته في البناء الفكري. لماذا من الضروري جدا أن تركز على هذه المحاور مثل ما سردتها عليك؟ من الضروري جدا أن تركز على هذه المحاور، لا لشيء إلا استعدادا للفرض أو الاختبار، لأنه لا بد على التلميذ أن يكون على دراية بطريقة بناء الاختبار، بناء فكري. أسئلة عن النص، ثم أسئلة حول النمط، وأسئلة حول تلخيص النص أو نثر الأبيات، ثم البناء اللغوي اللي هو يأتي في المرحلة الثانية. في البناء اللغوي يا جماعة بكل بساطة، في البناء اللغوي تسأل عن الإعراب، وتسأل عن بعض القواعد الأخرى. أيضا البلاغة لا بد أن تخصص له جزءا. في البلاغة لديك أساسيات، أن تفرق بين الصور البيانية، المحسنات البديعية، وما الذي يكون في المحسنات البديعية، وأقول علم المعاني اللي هو فيه الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية. هذه ضروري أن تدخل ضمن الاختبار لأنها أساسية. إذا باختصار شديد، ما الذي سأدرسه في السنة الثانية ثانوي يا أستاذ وأنا انتقلت حديثا؟ ستدرس العصر العباسي، ثم تنتقل للأدب في المغرب العربي، ثم في الأندلس. لماذا ندرس العصر العباسي يا أستاذ؟ لأن الأدب لا بد أن يواكب العصر. كيف كان العصر العباسي؟ سوف نعرف أنه كان متطورا بسبب عدة عوامل، ممن انعكس على الأدب فتطور الأدب أيضا. ثم من هم أبرز الشعراء، وما هي أبرز الأفكار، وكيف كانت طريقة حياتهم، حياتهم السياسية الاجتماعية. كل هذه الأمور سوف تفيدك في الوضعية الإدماجية وفي تحليل النصوص الشعرية. لا تخافوا من الشعر، وإنما عليكم أن تألفوا قراءة الشعر حتى يعني يستقيم لسانكم، وتصبح لديكم ناصية بفهم الأفكار. هكذا، إذن تقبلوا تحياتي.